قلت اجي اشرب الشاي معاكم وكمان اكلمكم على موضوع لطيف خالص انا بحبه، وهو اللبس والهدوم والفاشن. انا هركز على اللبس المناسب للشغل وهديكم بعض الاختيارات وبعض الحاجات، وطبعا الجزء ده في فيديو النهاردة رد على متابعة من متابعات القناة وصديقة لطيفة شابة بتشتغل بقالها سنتين وبعتت لي قالت لي ان هي اتفرجت على الفيديو اللي انا نشرته امبارح، وكنت بتكلم على الاخطاء اللي بتعملها بعض السيدات والشابات العاملات في محيط العمل، وكان منها ان احنا ما بنلبسش لبس ملائم للعمل. وحبيت اشرح شوية كمان، دايما يقول لك ايه dress for success، يعني البس للنجاح كأنك رايح تقابل للنجاح، تقابل مستقبلك. حاجة تانية يقول لك البس للوظيفة اللي انت عايز تترقى ليها مش الوظيفة اللي انت فيها دلوقتي. وبرضو كررتها لكم يمكن في اكتر من فيديو قبل كده، ان الناس بتاخد حوالي 7 ثواني فقط علشان يعني تعمل انطباع عنك، وفي 7 ثواني دول ما بيلحقوش اصلا يعني يشوفوا حاجة او يسمعوا حاجة منك غير مجرد شكلك وهيئتك ووقفتك ومشيتك. الحاجات دي مهمة خالص. كمان الاهم كمان يعني بعد 7 ثواني دول تالي 30 ثانية الاولانية بعد ما تبتدي تتكلم وتفتح بقك او تفتحي بقك وتقولي اي حاجة. عشان كده بيسموها 30 seconds pitch او مقدمة 30 ثانية، يعني مجرد لو عندك 30 ثانية بس تعرفي نفسك وتتكلمي عن نفسك تقولي ايه. وده ممكن ابقى اكلمكم عنها بالتفصيل، التلاتين ثانية المهمين خالص في اللي بنقولهم واحنا بنقدم نفسنا. لازم تجهيز ولازم اعداد ولازم يكون كده الواحد عامل لنفسه سكريبت ونحفظه، بحيث ان لما نتزنق لازم نقول السكريبت اللي احنا عاملينه ده. تعالوا نرجع تاني لموضوع دولاب العمل او نلبس ايه في مجال العمل. في عندنا بيزنس فورمال وبيزنس كاجوال واليجنت كاجوال. طبعا المصطلحات جاية من الغرب لان هم اللي درسوا الموضوع دو، ولو ان زمان في فترة حتى قبل كمان الخمسينات والستينات ده كان شيء متعارف عليه، وكانت متعارف في العالم كله ان لكل مناسبة الزي المناسب ليها ولكل نشاط بنعمله الزي المناسب له. لما نروح حفلة بنلبس غير لما بنكون مدعوين فعزومة بعد الظهر، غير لما نكون رايحين نلعب رياضة، غير لما نكون رايحين الشغل. وطبعا الرجالة لانهم كانوا لفترة طويلة هم اللي بيشتغلوا برا البيت، كانت اغلب النصايح موجهة للرجالة. وللستات طبعا في مجتمعاتنا الشرق اوسطيه لما بنتكلم على لبس الست يحصل بقى يبقى فيه مشاكل، وحتى من الستات نفسهم، وتلاقي السيدات مش عارفين يلبسوا ايه امتى وفين والكلام ده، وبتبقى مرحله ترايل اند ايرور، نجرب ونشوف. فالنهارده انا حددت البنود الاساسيه او القطع الاساسيه، قطع الملابس الاساسيه اللي لازم تكون في دولابك كامرأة عاملة، بغض النظر عن عمرك، بغض النظر عن طبيعة عملك. والقطع دي مش لازم تجيبيهم كلهم مرة واحدة، ابني دولاب الشغل بتاعك شوية شوية، يعني مثلا كل شهر هاتي قطعة واحدة بس جديدة. اول حاجة تعمليها دلوقتي ان انتي تروحي تطلعي كل الهدوم اللي عندك علشان تقسميهم دولاب الشغل لوحده ودولاب الحياة الخاصة لوحده. في حاجات ينفع تتلبس هنا وهنا،
لكن افضل ان لو في هدوم للشغل خليها لوحدها علشان تبقى محتفظة برونقها وبشياكتها، وكمان يعني علشان حتى تفصلي. انا احيانا بفصل بطريقة اللبس لما ارجع من الشغل واغير الجاكيت والبس حاجة مريحة وفضفاضة، يعني ايه، بحس ان انا خلاص انا في البيت. اول لبنة من لبنات دولابك اللي تلبسيه في العمل هو القميص. القميص اللي له ياقة وزراير ويكون تفصيلته مظبوطة عليكي، ما تكونش كتافه مهرجلة، ما يكونش زرايره شكلها مش حلو، ما تكونش قصته قصة مش مظبوطة عليكي، وما تكونش قماشته من القماشات اللي بتتكرمش قوي. طبعا انا واحدة من الناس، انا بحب اللينن جدا جدا، بحب الكتان جدا جدا، ولكن الكتان ده بتاع المصايف، بتاع الخروج بعد الظهر. في الشغل بحب دايما البس ملابس لما اكويها تفضل محتفظة برونقها وما تتكسرش وما تتكرمش. فايه بقى بيسموه الباتن اب، يعني اللي هي مليان زراير من فوق لتحت، وبيبقى شبه قمصان الرجالة ولكن بقصة حريمي. طبعا اهم حاجة، اول حاجة اللي هو اللون الابيض، ممكن يكون في اللون الازرق الفاتح، ممكن يكون في نقشة زي مثلا يكون في خطوط، ممكن يكون مربعات، لكن اهم حاجة ان يكون عندك قميص ابيض. القميص الابيض ده يعني ممكن يكون حلال المشاكل في اي مناسبة، لما يتلبس بيبقى شكله فورمال وبيزنس وجميل وشيك، وخصوصا لما يبقى ابيض كريسب كده، ابيض بيلمع، لا هو مصفر ولا هو مزرق. ممكن يتلبس تحت جاكيت، ممكن يتلبس تحت بلوفر، ممكن يتلبس تحت فستان كات، يعني حاجاته كتير قوي. فاول حاجة تستثمري فيها قميص ابيض، ممكن بعد شوية تجيبي قميص مخطط، قميص ازرق، قميص كاروهات، ممكن بعد شوية تبدأي تستثمري شوية شوية في قمصان بألوان تانية ونقشات تانية، لكن الأساس إن القماشة تكون قماشة ناعمة لكن مش بتتكرمش قوي، بتحتفظ بشكلها وبرونقها، التفصيلة بتاعته مظبوطة على جسمك وعلى أبعاد جسمك. لو حصل ان طبعا اجسامنا بتختلف وبيسموها كده اللي هو جسم التفاحة وجسم الاور جلاس والكمثرى والموزة والكلام ده، احسن حاجة انك يعني ممكن تجيبي مقاس، لو الحاجة مش مظبوطة عليكي قوي وصعب انك تلاقي القطعة المظبوطة عليكي بالظبط، اشتريها وروحي عند ترزي او عند خياطة شاطرة، ترزي شاطر او خياطة شاطرة، ويظبطوها عليكي تظبيطة مظبوطة. فدي اول قطعة. تاني قطعة ممكن تجيبيها وتستثمري فيها هي بلوزة، بس البلوزات الملائمة للعمل غير البلوزات اللي بنخرج بيها مع اصحابنا في زيارة لقرايبنا الكلام ده. بلوزات العمل برضو ما تكونش مليانة حاجات جيرلي قوي، حاجات بناتي قوي، زي كرانيش وكرانيش من على الايدين كتير، وورد نقشة صعبة خالص، او يعني تبقى بسيطة خطوطها، خطوط مستقيمة، لو فيها نقشة تبقى نقشة مريحة. احنا عايزين من خلال الملابس بتاعتنا نقول انا قادرة على العمل ده، انا موظفة شاطرة، انا قائدة، انا اقدر اخد قرار، انا اقدر اتحكم في انفعالاتي.
فلما نختار بلوزات نختار البلوزات اللي بتقول الكلام ده. تالت قطعة تستثمري فيها أيام الشتاء طبعا البلوفر أو الكارديجان. والفرق هو فرق المسميات بيجي من التسمية الإنجليزية والتسمية البريطانية، والبول أوفر بيبقى مقفول، الكارديجان عادة بيبقى مفتوح. وتاني ان احنا لما نختار البلوزة سوري البلوفر او الكارديجان او التوب القطعة اللي بنلبسها من فوق اللي لا هي قميص ولا هي بلوزة، برضو نختار حاجة الخطوط فيها خطوط مستقيمة مناسبة لشكلنا، ما فيهاش بهرجة، ما فيهاش شغل كتير، ما فيهاش زحمة. وخدوا بالكم ان الزحمة دي بتبيننا اتخن مننا، ولو الزحمة دي موجودة على منطقة معينة بتبين المنطقة دي اكبر من حجمها وبتبيننا تخان. فنختار بلوفرات او كارديجنز او توبس مناسبة برضو للشغل. واستعرضنا بعض الامثلة على دوا الالوان. كمان لو انت هتبتدي الاستثمار في دولابك اختاري الالوان الاساسية الاول، لما بعد كده يبقى عندك حصيلة من البلوفرات والبلوزات والكلام ده ممكن بقى تجيبي الالوان التانية اخضر ازرق بيربل الحاجات دي، لكن يكون عندك الالوان الاساسية الاول. ولو في بداية حياتك المهنية او مثلا قررتي انك هتعملي نقلة لنفسك وتغيير، استثمري في الالوان السادة الاول قبل ما تستثمري في النقشات. الحاجات السادة دي هتكون اللبنات الاساسية لدولابك. بعد كده بقى ممكن تضيفي النقشة عن طريق سكارف، عن طريق قطعة خفيفة، حاجة تمنها رخيص هتتلبس الموسم ده ومش هتقعد بعد كده. وده يمكن يخليني اركز على نقطة الجودة مقابل العدد. يمكن دي غلطة بنقع فيها احنا الستات، ان احنا نقول ايه ده انا ممكن اشتري مثلا ب 500 جنيه ممكن اشتري بلوزتين غير ما احطهم في بلوزة واحدة مثلا. ولكن لو في فرق في الجودة يبقى ان انا احطهم في بلوزة واحدة احسن. لو استثمرنا في قطعة جودتها عالية ومشيتها كويسة، تفصيلتها حلوة، التقفيل بتاعها كويس، ممكن تعيش معانا موسم وموسم وموسم، وتستحمل الغسيل والمكوى واللبس والجو الحر والكلام ده كله. فركزي على الجودة قبل ما تركزي على العدد. العدد هيجي ان كل ما تجيلك فرصة تبقي تشتري قطعة جديدة، كل ما تجيلك فرصة تستثمري في قطعة جديدة، كل ما يجي تعمل اوكازيون تنزلي تجيبي قطعة جديدة، ولكن الجودة هي الاساس. نيجي بقى للقطعة الرابعة، وان يكون عندك جاكيت اسود او جاكيت كحلي غامق او جاكيت بني غامق. جاكيت غامق ليه انا اديت الاختيارات دي؟ لان في بعض الناس مثلا ما بيحبوش الاسود، في ناس بيفضلوا البني اكتر، في ناس، لكن الاسود لون محايد بيليق على اي حاجة وعلى كل حاجة، واعتقد ان هو بيدي سلطة. انا دايما لما كنت اروح في ميتنج الناس يقابلوني لاول مرة، او عميل مهم جدا او حدث مهم جدا، استثمر في اسود او في درجة من الرمادي اللي هي غامقة قوي 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 عاملة زي الفحم، برضو لون ظريف. الاهم بقى من اللون هو انه يكون خامته كويسة، تفصيلته كويسة، جودته عالية جدا جدا. اذا كنتي هتحطي كل الفلوس اللي هتستثمريها في قطعة، افضل انها تكون في الجاكيت. الجاكيت لو الاستراكشر بتاعه التكوين بتاعه مش مظبوط بيبان قد ايه انه يعني انتي مش عارفة تلبسي نفسك. فجاكيت اسود ستراكشر كويس مناسب لجسمك،
ما تستخسريش فيه لان ده هيبقى استثمار. خامس قطعة هو جاكيت اما ابيض او اوف وايت او بيج على حسب لون بشرتك. اختاري لون فاتح يتناسب مع بشرتك. برضو يسري على هذا الجاكيت ما يسري على اي قطعة تانية في دولاب عملك، ان الجودة بتاعته عالية جدا، الاستراكشر بتاعه كويس، والقماشة والخامة بتاعته رائعة، والتقفيل بتاعه كويس جدا جدا. القطعة السادسة هو ان يكون عندك بقى جاكيت الوان حسب اللون المفضل عندك، وحسب ما تجيلك فرصه انك المره دي جبت لون احمر، اللي بعده جبت لون ازرق، اللي بعده جبت اخضر بينك، ما فيش يعني ما فيش حدود. هنا انا بفضل الاستثمار في الجواكت الساده، لان عاده الجاكت بيبقى ثمنه اغلى من اي قطعه تانية هتلاقيها في الدولاب بتاعك. ممكن الساده تلبسي بلوزه منقوشه، اديكي اضفتي نقشه وانترست والكلام دوت، تحطي سكارف ملون منقوش، لكن اغلى حاجه عندك في دولابك دايما خليها لون ساده، وتكون جودتها اعلى جوده ممكنه، هتقعد معاكي سنه بعد سنه سنه بعد سنه. كمان لما تختاري الياقات اختاري طبعا فاكرين موضة السبعينات، دخلنا في موضة التمانينات والكلام ده، اختاري الموديل الجديد، واعرفي ان احدث حاجة دي هتقعد معاكي على الاقل 5 6 سنين قبل ما تتغير الموضة وتتبدل ويوسعوا الياقة ويصغروا الياقة والكلام ده. فجاكيت الوان، الجاكيت الالوان لو يعني عايزه بقى تجيبي جاكيت فيه حركه، مخطط، كارو، مش عارف ايه الكلام ده، فكري كويس قوي قوي قبل ما تشتري. القطعه السابعه اللي تستثمري فيها هو بنطلون اسود، ويكون بنطلون مظبوط عليكي مناسب لشكل جسمك. في ناس يبان يبقى كويس فيها البنطلون اللي نازل على واسع، في ناس يكون احسن ليها البنطلون التيبرد اللي نازل على ضيق، في ناس احسن ليها البنطلون الفليرنج اللي عامل زي الشارلستون او اللي عامل زي اللي هو ضيق وبينزل على واسع. هتعرفي ده وانتي بتقيسي البنطلون وتبقي شايفه في المرايه، وما تسمعيش كلام البياعين، لان البياعين عايزين يبيعولك القطعه دي وخلاص، هيقولولك الله شكلك حلو قوي والكلام ده. انتي اقفي بصي لنفسك في المرايه وشوفي انتي شكلك ايه في القطعه دي. فلازم يكون فيه بنطلون اسود، خامة كويسة برضو، تفصيلته كويسة عليكي، طوله مناسب، لما تلبسي جزمة بكعب يكون طوله مناسب مغطي شوية، ما يكونش قصير قوي، الا اذا كان موديله كده. يعني في بنطلونات باكسي مثلا موديلها ان هي قصير شوية، فبرضو استثمري في بنطلون اسود كويس. القطعة الثامنة هو برضو بنطلون ابيض او اوف وايت او بيج، نفس الكلام يسري عليه، خامة كويسة جدا جدا، ما بيتكسرش بسرعة، تفصيلته كويسة، تقفيله كويس، ومظبوط على شكل جسمك، ويناسب تركيبة جسمك، واللي يليق عليكي مش شرط انه يليق على حد تاني. القطعة التاسعة هو بنطلون الوان، وانتي بقى هنا حرة تجيبيه رمادي، تجيبيه ازرق، تجيبيه احمر، بس خدي بالك الاحمر بالذات لون يا اما الناس تحبه قوي قوي قوي، يا اما الناس تكرهه قوي قوي، فكوني حريصة وانتي ما بتختاري الالوان اللي هي بيسموها البرايمري اللي هي الالوان الاساسية، الاحمر الصريح والازرق الصريح والاخضر الصريح.
الثلاث الوان دول، يا اما الناس بتحبهم قوي قوي قوي، يا اما الناس بتكرههم قوي قوي قوي. واكتر لونين دايما بيبقى فيهم جدل وخلاف الاحمر والاخضر، يمكن الازرق اغلب الناس بتحبه ومتعوده عليه. فحتى كده يعني لما ابقى رايحه مكان وبرضه مش عارفه الناس دول طبيعتهم ايه، او العملاء دول طبيعتهم ايه، او ناس بيقابلوني لاول مره، بلبس نيفي بلو لان اغلب الناس بتحب اللون ده واوكي معي. فيبقى رقم 9 قطعه، رقم 9 هو بنطلون الوان. رقم 10 جوب او جونيلا، وعشرة وحداشر جوب او جونيلا او سكيرت، زي ما الكلمة اللي انت عايزة تقوليها، سودة وبرضو تكون مظبوطة ومشيتها كويسة وتكون مريحة في المشي. انا عادة بفضل البنطلونات في الشغل، ليه؟ لان بننزل سواء هتركبي عربيتك او هتركبي مواصلات بتبقي محتاجة تتحركي بسهولة وبراحة، البنطلون عملي جدا جدا. وده يمكن يخليني احكي لكم ان اللبس اللي هو الحريمي اللي فيه تفصيلة شبه التفصيلات الرجالي جه منين. جه من بعد الحرب العالمية الاولى، لما ابتدت الستات تنزل الشغل ولقوا ان الهدوم الحريمي قوي بتاعتهم مش ممكناهم انهم يشتغلوا، فابتدوا يلبسوا هدوم جوازاتهم، يلبسوا بنطلونات جوازاتهم او الجواكت بتاعتهم او القمصان بتاعتهم، لانه كان بيديهم قدره على الحركه احسن بكتير قوي من الهدوم بتاعتهم اللي very restricting، اللي مقيده لحريتهم، مش عارفه تحرك دراعاتها، مش عارفه تمشي، مش عارفه تطلع سلم او بكرسي خانق نفسها. فلو عايزة جوب تبقى الجوب مريحة تقدري تتحركي بيها، الخامة بتاعتها خامة كويسة. اللون الاسود ده يمكن لون يونيفرسال، ممكن تغيري عليه اي حاجة، لكن برضو ممكن يبقى كحلي، ممكن يبقى بني. والقطعة رقم 11 هي جوب ملونة. خدي بالك زي ما بقول، لو في بداية الاستثمار لتجهيز دولابك استثمري في الألوان السادة الأول، لما يبقى معاكي فلوس زيادة وتجيبي قطع زيادة ممكن تجيبي حاجات ألوان. أنا بلاحظ إن لو هجيب حاجات ملونة أو فيها نقشات أفضل إنها تكون البلوزات، لو هجيب سواء جواكت بنطلونات أو جوبات وانا لسه في بداية الاستثمار في دولابي بحب اجيب السادة الاول، لان دي من الاساسيات. لو حصل بقى بعد كده جبت حاجة زيادة ممكن ابقى اجيبها منقوشة. الناس بتفتكر النقشات فهيبقوا عارفين ان هو دي هدومك وبتكرريها كتير كتير كتير، غير لما يبقى عندك الحاجات الأساسية. أنا ممكن أروح طول الأسبوع بنفس الجاكيت ونفس البنطلون، بس كل يوم بقميص جديد أو ببلوزة جديدة، هيبقى كأنه طقم جديد خالص مع إن نفس الجاكيت ونفس البنطلون. القطعة اللي بعد كده ال 12 هو الجينز. في بعض الأعمال بتسمح لموظفينها إن هم يلبسوا بنطلونات جينز. خدي بالك برضو ان مش كل قصات الجينز بتليق على كل الاجسام. شوفي البنطلون اللي بيليق مع شكل جسمك وتركيبته، استثمري في جينز غامق احسن ما تستثمري في جينز فاتح. الغامق بيلم بتباني فيه ارفع، بيكون شكله اقيم. الجينز اللي تروحي بيه الشغل ما تجيبيش الجينز الكلحان اللي هو ريبد في مقطع الكلام ده، الحاجات دي خليها لبعد الظهر لما تيجي تخرجي مع اصحابك مع جوزك
لحياتك الخاصة، ولكن في بيئة العمل مادام مسموح لكم ان انتوا تلبسوا جينز، البسي الجينز المظبوط الكويس اللي هو يعني مش شكله عيالي، حتى ولو انتي صغيرة في السن برضو يعني ما تركزيش قوي على المقطع والحاجات دي. استثمري في اللون الغامق، ممكن تجيبي الجينز الأزرق، ممكن تجيبي أبيض، ممكن تجيبي بيج، ممكن تجيبيه ملون، بس خدي بالك ان اللون يكون ملائم وما يكونش ما يكونش كأنك راح تتفسحي مع أصحابك. القطعة ال13 هي الشنطة. الشنطة جزء كبير قوي من شغلك، سواء مثلا معاكي لابتوب او حاجة هتضطري ان انتي تلبسي اللي هي الماسنجر او الشنطة الكبيرة، او ممكن تلبسي الشنطة اللي هي بتتشال على الظهر. انا في فترة من الفترات كنت باخد باك باك معايا، وكنت بحط حاجتي في باك باك، بس كنت ببقى حريصة اني اشيلها من على ظهري وانا داخلة المكان. مش عايزة شكلي يبقى العيلة اللي هي طالبة ثانوي او طالبة الجامعة، يعني لا خلاص انا يعني بقيت مختلفة وفي مرحلة مختلفة. حتى ولو انا صغيرة في السن انا بقول لكم دايما البسوا للوظيفة اللي انتوا عايزينها مش اللي انتوا فيها. اخر حاجة طبعا الشوز، وهقول لكم على حاجات. طبعا دلوقتي في شركات كاجوال قوي قوي قوي، لدرجة ان ممكن الموظفين يروحوا لابسين سنيكرز وكوتشيات والكلام ده. لو انتم من الناس المحظوظة اللي ممكن تروح بالاحذية دي، يا سلام ده رائع. غير كده برضو خلي الجزم بتاعت الشغل للشغل عشان ما تتهريش، ما تبقاش بقى نفس الجزمة اللي بتخرجي بيها وبتنزلي بيها وتروحي بيها والكلام ده. انا كنت بعمل بصراحة حاجة كويسة، لان انا كنت بلبس جزم بكعب وانا بحب جدا الكعب. كنت دايما البس شوز خفيف، ده اللي اروح بيه واسوق بيه، لاني بعرفش اسوق بجزمة كعب ابدا. اول ما ادخل العربية كان لازم اقلع الشوز بتاعي، فكنت ببقى لابسه شوز مريح اللي بمشي بيه اللي بروح بيه. واول ما اروح الشغل اروح مطلعه الشوز الكعب بقى اللي شكله حلو من شنطتي والبسه، هو ده اللي انا بلبسه طول النهار. فتغيير الجزمة كان من الحاجات اللي انا بعملها، بحيث ان انا البس حاجة مريحة في المواصلات والتنقل، واول ما اروح الشغل البس بقى الجزمة الشيك الحلوة اللي بكعب. لو هتلبسي كعب قصير ممكن تروحي وتيجي بيه، بس برضو تحافظي على الجزمة بتاعتك نظيفة حلوة متلمعة شكلها حلو مدهونة، ما تبقاش فيها حتة مقطوعة الكلام دو. عشان كده بقولك حكاية تغيير الجزمة اعتقد ان هو استراتيجية حلوة جدا جدا. اخر حاجة بقى هتكلم على تناسق الالوان. في نظريات لتناسق الالوان وايه يمشي مع ايه. اسهل حاجة ان لو عندنا حاجه منقوشه، يعني مثلا انا لابسه الاشارب ده، اقدر استلهم الالوان اللي البسها في الطقم من الاشارب اللي انا لابساه، او لو في بلوزه منقوشه اقدر استلهم الالوان من البلوزه اللي انا لابساها، اخد لون موجود في البلوزه دي يبقى هو الجاكيت او يبقى هو البنطلون او يبقى هو الاشارب. اغلب الالوان الساده بتليق على بعضها، فعلى اللي هي الكالر ويل او عجله الالوان، ممكن الالوان اللي قصاد بعض تليق على بعض، ممكن الالوان اللي جنب بعض تليق على بعض، ممكن يبقوا فيه ثلاث الوان، الطقم فيه ثلاث الوان عاملين كده زي المثلث على عجله الالوان، وبرضو يكونوا لايقين على بعض. كل ما يبقى عندك حاجات سادة في الدولاب بتاعك
تقدري توفقيها على حاجات منقوشة. والله لو فيها اسود ممكن البسها على اسود، هنا في اصفر في احمر في ازرق، هتجربي كده وتحطي الحاجات على بعضها، والطقم لما يحسسك بالراحة والالوان متناسقة هتبقي انتي نفسك مبسوطة. طولت عليكم لكن حسيت ان دي تبقى حاجة كويسة ان انا اقولها لكم، ونبني مع بعض دولاب العمل. شوية شوية اعتقد هتجمعي قطع ملابس كويسة وحلوة، وهتبقي شيك وبرزنتابل، ومخبرك وجوهرك، لا مخبرك ومظهرك متوائمين مع بعض. ما يبقاش انتي من جوه ست شاطرة وجدعة وتقدري تترقي وتتحملي مسؤولية، لكن اللي يبصلك ويقول شكلها مش شكل مديرة، شكلها مش شكل تيم ليدر. اعتقد ان بيئة العمل للأسف اللي بنكون فيها بتبقى مكحفة في حقنا شوية، بس هنعمل ايه؟ اللي عايز ينجح لازم يدور على وسائل. يمكن اشوفكم بعد شوية.